بيجي من بين أكبر المناطق المحاطة بالألغام والمنتشرة بشكل عشوائي في طرقاتها. لا يتمكن المارة من العبور في مناطق محظورة يمكن أن تنفجر ألغامها في أي لحظة. أما بالنسبة إلى الخمسة محافظات المحررة الأخرى فإن نسبة كبيرة من النازحين لا يتمكنون من العودة إليها، فالألغام خطر يعوق عودتهم ويلكئ انطلاق الكثير من مشاريع الاستثمار. نينوى والأنبار التلوث بها عالي جدا، وأغلقت بها العشرات من مخيمات النازحين، إلا أن هناك بقى شيء بسيط تم إرجاع بالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين ومنظمات الأمم المتحدة وغيرها، إرجاع أكثر من 3 ملايين نازح إلى مناطق سكناهم، وبنفس الوقت تم تطهير العديد من المنازل السكنية وإعادة النازحين إليها، وتم كما تم تطهير مجمعات سكنية. مسؤول هيئة شؤون الألغام في وزارة البيئة أكد استمرار جهود تطهير الأراضي المحررة، الأمر الذي أثمر عودة نحو 3 ملايين نازح حتى الآن، فيما تمت إزالة نسبة أكثر من 50% من الألغام التي زرعها داعش بالتعاون مع البعثات الدولية التي أزالت جانباً من عوائق قلة تمويل مشاريع تطهير الأراضي الشمالية والجنوبية من الألغام. التطهير أكثر من 53% من المناطق المحررة صار من كل العراق، يعني أكثر من 50 إلى 53% في المناطق المحررة صحيح، لكن المتبقي من الألغام نتيجة العدد الهائل والكثرة الهائلة اللي نصبت بها يؤثر على مشاريع أعمار أخرى وعودة نازحين آخرين والعمل جاري عليها. وقد عانت مشاريع إزالة الألغام في البلاد وعلى مدى سنوات من تراجع كبير في التمويل الحكومي والرسمي، ويأتي ذلك إثر انشغال البلاد في مواجهة ظروف كورونا بعد تحرير المناطق الشمالية من سيطرة تنظيم داعش، فيما يتوقع أن تستأنف البعثات الدولية نشاطها مجدداً في العراق بعد الاتفاق مع الجهات الرسمية والمختصة خلال العام الحالي. من بغداد، صابرين كاظم، العراقية الإخبارية.